نحن ما فينا نبقى بحالة تراخي أو حالة تطنيش حيال الوجود السوري بلبنان. هيك افتتح وزير الداخلية بسام مولوي يوم الأربعاء الموجة اللي وصلت امبارح بالليل لضرب عمال سوريين وطردهم من معمل خياطة بالدورة. مع خطاب مولوي تحركت مكنة التحريض وتشريع العنف. وزير أطلق حملة رسمية للتوعية عن مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني. نايب حرض على منظمة دولية. المحافظ النجم لبس عمال الدليفري السوريين بس جريمة بيع داتا المواطنين. يعني أنا كموظف دليفري بوصلك دليفري بقول إنه ندى أندراوس بيتها هون. وجروبات الواتساب والهاشتاجز تداولت موجة الكراهية واكتملت العدة وصار الاعتداء. تحول الاعتداء نفسه لوسيلة تحريض مع شوية معلومات مغلوطة بتفرجي كيف تشتغل هيك موجة. حسابات قررت إنه الإشكال بلش لما طعن سوري مواطن لبناني بالسكين. حسابات قررت إنه بلش بسبب حادث بين سايق دراجة نارية وصاحب معمل خياطة استعان بعمال سوريين. وحسابات قررت إنه الاعتداء بلش بين شاب سوري وبنت لبنانية من بعد حادث سير. أخبار مفبركة بتفيد بالتحريض لدرجة إنه الـ MTV استعملت صورة من مشكل بين عائلتين بالبداوة لتقول إنه اعتصام ضد السوريين ولتغذي موجة العنف والكراهية.